هذا يسأل عن تعدد العمرة في وقت واحد، هذا ما هو طيب. تكرار العمرة في وقت متقارب ما هو طيب، يكون بين العمرتين مدة ينبت شعر الرأس حتى يكون للحلق أو التقصير مكان. أما تكرار العمرة بيوم واحد هذا لا، ليس وجيها. ما نقول أنه حرام، لكن نقول غير مرغوب فيه. نعم.